çeker, bayrama çeker. Gel çeker, elin çeker, gel çeker, elin çeker. Şam çeredi, şam çeredi, şam çeredi. ويا صباح الفل من اسطنبول. خلاص باقي ساعات قليله وتبدا عطله عيد الاضحى المبارك. ان شاء الله عيد سعيد على الجميع. خلال فيديو النهارده حابب اكتشف معاكم اجواء الاستعداد للعيد من قلب شوارع واسواق اسطنبول. هبدا جولتي النهارده من منطقه ايمينونو والسوق المصري. المنطقه الحيويه دايما بتكون زحمه، السياح في كل مكان. اول معلومه حابب اشاركها معاكم ان السوق المصري خلال عطله عيد الاضحى بيكون مغلق، فلو حد بيخطط لزيارة اسطنبول خلال العيد اعمل حسابك ان السوق المصري بيكون مغلق. خلينا نلقي نظرة كده على السوق المصري في الوقت الحالي. من الاماكن اللي بحب ازورها دايما هنا في اسطنبول. اسعار جوا غالية شوية لكن بستمتع وانا بتمشى بصراحة. طبعا تاريخيا سموه السوق المصري لان كانت البضاعة اللي بتتباع في السوق تكون قادمة من مصر. حتى لو تشوفوا على الاسم مكتوب ايجيبشن بازار. بحاول دايما في اغلب فيديوهاتي يعني اتمشى معاكم كده دقيقتين ثلاثة داخل السوق تشوفوا الاجواء عاملة ازاي، اسطنبول زحمة او لا. لكن السوق فعلا زحمة جدا لو تشوفوا الفيو من فوق كمان. طبعا يعني المنتجات المعروضة داخل السوق اغلبها بتكون البهارات، هو معروف انه سوق البهارات في اسطنبول السبايس بازار. انواع مختلفة من الشاي، ناس كتير بتيجي تشتري شاي اللي هو بالفواكه وكده من هنا. وحاليا خليني ارجع مرة ثانية دي منطقة الأسواق هنا في ايمينونو نشوف المنتجات المعروضة قبل أيام أو ساعات قليلة من بداية عطلة عيد الأضحى. الجزء ده بالكامل يعني كله محلات للحلويات للمكسرات. حاليا كمان في تمر معروض لأن في ناس كتير بتصوم خلال الفترة الحالية يعني الأيام اللي قبل العيد. في كمان صيام يوم عرفة. ده تمر القدس كيلو ب 180 ليرة تركية. بيبيعوا الواحدة كمان ب 5 ليرة. خلينا نشوف أسعار باقي المكسرات والحلويات. فواكه مجففة. هنا المشمش المجفف. زي ما انتم شايفين يعني الحاجات دي كلها بتبقى ميكس كده من مكسرات كيلو ب 250 الامامي. كيلو الكاجو مثلا ب 250 ليره، الفستق ب 320. اتمنى صوتي يكون واضح، المنطقه هنا بتكون دوشه شويه. محلات السجق التركي والبسطرمة. انا شخصيا بعد ما اخلص الفيديو بشتري حاجات كتير يعني من هنا قبل ما اروح. اشتري مكسرات وجبنة وكده من ايمينونو. شوفوا هنا في ناس بتبيع او محلات بتبيع الجبنة. انواع الجبنة كتير جدا هنا في تركيا. girmiş doğuları deniz.
الزيتون كمان هتلاقوا انواع كتير من الزيتون. بحاول كده وانا بتمشى تكتشف هو اجواء الحياة في اسواق اسطنبول. طبعا عشان خلاص داخلين على العيد فالناس كلها بتشتري حلويات ومكسرات. يعني الاعياد في تركيا زي عندنا في الدول العربية يعتمدوا بشكل اساسي على الحلويات. الاسعار هنا تعتبر جيدة، يعني في كيلو الفستق ب 300 ليرة. انا شايفها اسعار يعني جيدة جدا حاليا. هنا البقلاوة التركية كيلو 340، شكلها مغري جدا. بس اللي تحب الحلويات ده على فكرة محل اسمه شكري افندي، مشهور جدا في المنطقة هنا في اميونو. طريقة عرض الحلويات عندهم صراحة تخلي اي حد يشتري. التصوير بيكون في صعوبة شوية في النوع ده من الأسواق لأن السوق فعلا زحمة جدا، متعرفش تمشي خطوتين ورا بعض. وهنا في اميونو يعني سواء بقى العيد أو غير العيد هتلاقي دايما زحمة، لكن الزحمة ممكن زيادة شوية قبل العيد. الناس كلها بتشتري أو بتستعد لأجواء العيد والتجمعات العائلية. لو تشوفوا هتلاقوا عدد كبير جدا من المحلات هنا بتبيع الحلويات. مش قادر اوصف لكم قد ايه الاسواق هنا زحمه جدا، حاولت اخرج باي طريقه. حاليا حابب استكمل جولتي في اسطنبول النهارده، هتوجه لمنطقه ساركجي قريبه جدا من اميونو. هنا منطقه السوق المصري واميونو اللي انا بدات منها الفيديو. نكمل ماشي في الشارع ده، دايما بيكون في ناس بيعملوا لقاءات مع المواطنين. مثلا ملناش دعوة بالحاجات دي. هتمشى حالا 5 دقايق بالظبط لغاية ما اوصل لمنطقة ساركجي، اسطنبول القديمة. بستمتع جدا بالمشي في شوارع منطقة ساركجي اسطنبول القديمة. تابع يعني الذرة، عربيات الصميت، الاستناء، المباني كمان كلها يعني عمرها مئات السنين. طول ما انت ماشي كمان هتشم ريحة الاكل حواليك. مطاعم كتير، مطاعم قديمة كلها، مطاعم تاريخية موجودة هنا. يعني فروع الشخص الموجود في اسطنبول في الجانب ده في الجزء الخاص بإيمينون وساركجي السلطان أحمد مش محتاج إطلاقا نستخدم أي نوع من المواصلات. استمتع لو اتمشيت، أو لو حابب تستخدم مواصلات ممكن تستخدم الترام، لان المناطق دي بالكامل بيربطها خط الترام. على فكره في نفس الشارع اللي انا موجود فيه اللي هو بيربط بين اميونو وساركجي في ستور حلو جدا لديفاكتو، ستور كبير كمان تلاقي فيه حاجات كتير جدا او كوليكشن معروضه. خلينا نحاول ندخل كده نلقي نظره على الاسعار.
نزلت مستكمل جولتي في نفس الشارع، الشارع اللي يؤدي الى منطقه ساركجي. على فكره هتلاقوا هنا محلات كتير للساعات، في كمان مكان كده زي سنتر او مركز للاجهزه الالكترونيه، اللي حابب يشتري اي شيء خاصه الحاجات اللي هي المستعمله هتلاقوها هنا. ده سنتر كامل اكتر من دور، كله محلات اجهزة الكترونية موبايلات. عامة انا حابب بس تتعرفوا على المكان، مش حابب اركز قوي على الحاجات المعروضة، بس الحاجات دي كلها بتبقى سكند هاند او مستعملة. هسيب لكم اسم المكان واللوكيشن كمان الموقع على جوجل، بحيث لو حد موجود في اسطنبول ومهتم بالالكترونيات الموبايلات الاجهزه وكده. الدولار وصل ل 24.9. الصرافه دي على فكره السعر فيها بيكون حلو جدا، من افضل الصرافات في اسطنبول. لو تشوفوا الدولار الواحد ب 24.9، اليورو ب 27 ليرة. وحاليا وصلت لحلويات صفا، واحد من اشهر محلات الحلويات، خاصة كمان السياح العرب بحس ان هم جايين مخصوص عشان حلويات صفا. خلينا نشوف كده الاسعار وصلت لغاية فين. لو تشوفوا هنا العبوات دي، مثلا البقلاوة الكيلو ب 400 ليرة تركية، العلب دي تقريبا في حدود كيلو، كيلو واحد ب 400 ليرة، غالية شوية لكن العلبة بيبقى شكلها قيم، يعني اللي حابب يشتري هدية لحد او كده تبقى علبة قيمة جدا، قريبة من حلويات حافظ مصطفى. هنا نوع من الحلويات اسمه الهلكة، واحدة تقريبا بعشرة ليرة، اخر حاجة كنت اشتريتها بعشرة ليرة. في اسطنبول حاليا الاسعار بتزيد تقريبا كل اسبوع، يعني كل ما الدولار بيرتفع الاسعار بتزيد. الجزء اللي انا وصلت له حاليا اللي هو موازي لخط الترام، منطقة كلها فنادق، شركات سياحة كمان هتلاقوها منتشرة جدا. الناس اللي بتسأل على رحلات بورصة، صبانجة، معشوقية، حابب يحجز اي رحلة يعني هتلاقوا مكاتب سياحية على الجنبين هنا. فنادق كتير كمان جدا، سواء في الشارع الرئيسي او الشوارع الجانبية. محلات صرافة كمان موجودة هنا في كل مكان. عيشوا معايا اجواء اسطنبول. طبعا اغلب اللي موجودين هنا في ساركجي بتبقى السياح. منطقة متوفر فيها جميع الخدمات، كمان المطاعم والكافيهات وكده بتكون شغالة لغاية بالليل عادي بشكل طبيعي.
محلات البقلاوة كمان منتشرة جدا. فلو حد حابب يحجز فندق في منطقة تكون حيوية قريبة من اغلب الاماكن انصحه بمنطقة ساركجي. ده فندق اسمه بالد. خلي بالك وانت ماشي في الشارع هنا من الترام بيعدي جنب الرصيف بالظبط. ودلوقتي خلاص انا قربت من منطقة السلطان احمد وآيا صوفيا، لكن خليني اتمشى من جوه حديقة اسمها جولهانا، من اجمل الحدائق اللي بحب ازورها في اسطنبول. وهي دي حديقة جولهانا. اول ما بدخل الحديقة هنا بحس ان انا شامم هواء نقي. الميزة انها حديقة عامة، مفيش فيها اي رسوم الدخول او شيء، تقدر تيجي تتمشى تقعد تاكل تشرب. الجو حر في الايام الحالية، فاللي هزور كمان اسطنبول خلال شهر 7-8 درجات الحرارة بتكون مرتفعة جدا. استمتعوا معايا بحديقة جولهانا. انا هستكمل مشي لغاية ما اوصل لآيا صوفيا والسلطان احمد. دلوقتي اخرج من حديقة جولهانا. من الانشطة الجديدة المنتشرة حاليا في اسطنبول بائعي البطيخ، يعني هتلاقوا عربيات السميد في كل مكان، عربيات الدورة ايضا في كل مكان. الانشطة الجديدة اللي تم اضافتها بائعي البطيخ. البطيخ من اجمل الفواكه في الصيف. هتمشى 3-4 دقايق اطلع الشارع ده، موجود في اخره مسجد السلطان احمد وآيا صوفيا. انا شخصيا بحب او بفضل اسطنبول في الشتاء، الصيف حر واعداد السياح كمان بتكون كتير جدا. الشتاء افضل بمراحل من وجهة نظر الشخصية. ووصلت حاليا عند مسجد آيا صوفيا، وكالعادة طابور طويل جدا للدخول، لكن بكل تأكيد يعني مكان يستحق الزيارة. لازم وانت في اسطنبول تدخل آيا صوفيا. اللي هيكون موجود كمان وقت صلاة العيد هنا في ساحة آيا صوفيا والسلطان أحمد، تكون أجواء جميلة جدا. يمكن أغلب أصلا اللي بيكونوا موجودين في الساحة وقت الصلاة بيكونوا من العرب، سواء بقى المقيمين في اسطنبول أو السياح، بجانب أكيد نسبة كبيرة من الأتراك، لكن بتحس نوعا ما بأجواء العيد في الدول العربية. الناحية التانية هنا المسجد السلطان احمد. وقت الصلاة المساحات الخضراء دي بالكامل، الساحة بالكامل بتكون ممتلئة عن اخرها.
فاللي حابب يحضر صلاة العيد هنا انصحه يجي من بدري، من بعد صلاة الفجر على طول يحاول يكون موجود ويحجز مكانه. هحاول كده اتمشى معاكم في الشوارع الموجودة هنا في المنطقة، نشوف الاجواء بشكل عام عاملة ازاي. بالنسبة للشوارع المحيطة بمنطقة او مسجد السلطان احمد يعني بتكون متشابهة نوعا ما، اغلب المحلات بتقدم نفس البضاعة. اللي بحبه جدا هنا في المنطقة الشوارع اللي هي الجانبية، هتلاقوا فيها كمان عدد كبير من الفنادق، عدد من المطاعم المستخبية شوية. يعني هنا في مطعم للأكل الصيني، Chinese food. الشوارع دي بالكامل من جوه فنادق، بتبقى فنادق اسعارها ممكن تكون مناسبة، وهي مناطق هادية يعني بعيدا عن اماكن السهر وكده. خليني اتمشى معاكم في شوارع اسطنبول. انا بحاول قدر الامكان تكتشفوا معايا اماكن وشوارع جديدة. فهنا هتلاقوا في كافي مقاهي، محلات سوفينيرز الهدايا وكده، واللي امامي دي كلها فنادق ايضا، فنادق جميلة جدا. شوفوا دي كلها مطاعم، محلات، فنادق. فمنطقة السلطان احمد بشكل عام من المناطق المناسبة جدا لحجز الفنادق، تحس كأنك في قلب اسطنبول. وحاليا وصلت لمحطة بيازت او اللي هي بيازيد زي ما اغلب الناس بتقول عليها. اللي موجود هنا في المحطة او اهم معلم هو الجراند بازار او السوق الكبير. خلينا نلقي نظرة على الجراند بازار في اسطنبول. على فكرة خلال ايام العيد السوق الكبير بيكون مغلق، يعني خلال ايام العيد الكامل بيكون مغلق، فمحدش يخطط انه يزوره او يجي المنطقة هنا خلال العيد. اعتقد المحلات المحيطة ممكن تكون شغالة، لكن السوق نفسه بيكون مغلق. خليني كده اتمشى معاكم دقيقتين ثلاثة داخل السوق الكبير، وهو فعلا سوق كبير جدا، عدد لا نهائي من المحلات. لو تلاحظوا هتلاقوا علم جلاطة سراي فريق الكرة منتشر بشكل كبير في اسطنبول خلال الوقت الحالي، لانهم فازوا بالدوري. طبعا داخل السوق هنا يعني هو مشهور بعدد كبير من محلات الذهب والفضة، هتلاقوا محلات كتير للذهب والفضة موجودة داخل السوق، فاللي مهتم بالحاجات دي هيستمتع جدا داخل الجراند بازار. هنا ذهب عيار 22. هتلاقوا ايضا محلات للملابس للعطور،
سوق زي اي سوق، لكن الميزه ان هو مغطى، ف مش بتحس بقى باشعه الشمس وانت جوه. محلات الحلويات ايضا والبهارات. وعلى فكره يعني اغلب المحلات هتلاقوا الناس اللي بتبيع فيها بيعرفوا يتكلموا عربي، بيعرفوا يتكلموا انجليزي. يعني الجزء ده مخصص شويه لمحلات الهدايا. سجاد. لكن مكان فعلا تاريخي، تحس كده بأجواء مختلفة وانت بتتمشى. السوق هنا يعني مقارنة بالسوق المصري أكبر بكتير. فهو اسم على مسمى، يعني عامل حسابك لو جيت هنا ممكن تقضي ساعتين ثلاثة قاعد تتمشى، تدخل من شارع لشارع تاني. وهنا هتكون نهاية جولتي النهاردة في شوارع وأسواق اسطنبول. حبيت أشارك معاكم الأجواء الحالية قبل ساعات قليلة من بداية عيد الأضحى المبارك. كل سنة وانتم طيبين.